أهلا وسهلا فيكم من جديد وصباح الخير. رح نحكي عن حملة مؤسسة الحسين للسرطان بمناسبة عيد الأم تحت شعار احتفل بست الحبايب وامنح أما أخرى أملا بالحياة مع السيدة مدين السلاق وهي رئيس دائرة برامج جمع التبرعات في مؤسسة الحسين للسرطان وأيضا السيدة ربا بلبل وهي ناجية من سرطان الثدي. أهلا وسهلا فيكم. أهلا. صباح الخير. صباح شرفتونا. أولا ست مدلين يعني الحملة واضح يعني حملات المؤسسة دائما عم تيجي بشكل واضح وصريح وكل الناس عم بيتفاعلوا معها دائما بشكل كتير مباشر، فاحكي لنا لو سمحتي هيك بشكل مجمل وسريع لو سمحتي عن الحملة. أولا بحب أصبح الجميع وبحب أشكر رؤية لدعمها الدائم والمستمر لإلنا بجميع حملاتنا، وبحب عبر شاشتكم بقرب مناسبة عيد الأم إني أحيي كل أمهاتنا، أمهات أطفال مركز الحسين للسرطان اللي عم بيحاربوا مع أطفالهم مرض السرطان وبعيد عليهم، وبحب كمان إني أعيد على كل السيدات اللي عم بيحاربوا مرض السرطان في مركز الحسين للسرطان. صراحة إحنا الحملة أطلقناها بمناسبة شهر 3 شهر المرأة، الشهر اللي بنحتفل فيه كمان بأمهاتنا، والحملة هي زي ما أنت حكيت شعارها احتفل بست الحبايب وامنح أما أخرى أملا بالحياة. هي الهدف منها انه نوجه الناس لشراء هديه، الهديه اسمها هديه الخير، هي هديه معنويه لكن قيمتها الانسانيه كبيره كثير. هي بتتم بتبرع، التبرع باسم الوالده لمؤسسه الحسين للسرطان، وبتقدم كرت مع بوكس للوالده انه تم التبرع باسمك لمؤسسه الحسين للسرطان، والتبرعات كلها راح تتوجه لعلاج مرضى السرطان في المركز. يا سلام. فهي هدية كتير حلوة صراحة، وإحنا أطلقناها من 3 سنوات. نعم. وهي لاقت يعني إنه الناس كتير حبوها وصاروا يشتروها، وكمان موجودة بأسعار مختلفة. حلو حلو، لأن واحد دائما بجوز بعيد الأم بتحير إيش بده يجيب، ف يعني ما فيش أحلى من هيك هدية تكون معنوية وعم تساعد فيها شخص آخر وعم تعطي الأم نفسها شعور جميل جدا إنه هي كانت عم بتساعد في من خلال هديتها هي بأنها تعالج أشخاص آخرين. يعني فكرة كتير رائعة ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك ست ربا. أول شيء يعني بدي أكرر شكري، أنا شكرت حضرتك قبل الهواء على جرأة حضرتك وكل الطاقة اللي وجود ناجية من سرطان الثدي بتكون موجودة على التلفزيون وعم تحكي مع الناس وعم تحكي عن قصتها، يعني هذا إشي كتير عظيم، فشكرا لإلك. تسلم. وأهلا وسهلا فيك، شرفتينا. أحكي لنا عن تجربتك لو سمحتي هيك بشكل أيضا سريع، وبعد شوي بدنا نحكي شو رسالتك اللي بتوجهها لكل السيدات. أنا بالسرطان بال2013، والحمد لله أنه كان موضوع الكشف المبكر كتير كان بالنسبة لي ساعدني بأنه كانت في درجات الأولى. الحمد لله. الحمد لله. وأنا هلأ الحمد لله يعني إيدي تقريبا 5 سنوات ناجية من السرطان، ونشكر الله الحمد لله الأمور تمام الحمد لله. لما عملتي كشف مبكر إيش كان الدافع؟ الدافع أنه يعني نوع من الاطمئنان على الصحة يعني. حلو الحمد لله. وكيف عرفتي يعني هل ساهمت حملات التوعية؟ أكيد ساهمت اللي طبعا بتنعمل؟ أكيد ساهمت هي. نعم. طبعا الإذاعة والتلفزيون موضوع الكشف المبكر كتير ساعد بأنه أتابع أنا هذا الموضوع، وكنت أنا على مدى تقريبا 3 سنوات قبلها وأنا ماشي في موضوع الكشف المبكر لغاية ما ظهر معي الإصابة بالمرض بال2013. نعم برافو. يعني بأي مرحلة كان المرض لما أنا كنت في المرحلة مبكر؟ الأولى في ستيج 1 كنت في بداياته كانت. نعم. وكيف صارت رحلة العلاج؟ طبعا كانت اكيد في البدايه صعبه، يعني العلاج مش شيء سهل، هو كمان بكفي انه الخبر نفسه يعني الواحد لما يعرف انه اصابته بمرض السرطان بتكون مش سهله يعني قد. نعم. بتاثر الواحد نفسيته، بس الحمد لله يعني قدرت انا اقطعها للمرحله هاي كلها بدعم اولادي طبعا عائلتي اصحابي، والحمد لله رب العالمين. يعني كانت مرحله شوي صعبه بس قطعت نشكر الله. الحمد لله. الحمد لله. يعني بنحيي فيك ايمانك والاراده اللي موجوده عندك، وبنحيي فيك الطاقه اللي عم تخلي اكيد 100% اي شخص عم بسمعك هلا يحس انه هو ما فيش شيء اسمه نهايه الحياه. لا اكيد الحياة. لا مش نهايه، بالعكس هي بدايه فعلا. نعم. مش نهايه 100%. ست مدلين يعني لما نشوف نماذج لاشخاص حوالينا قاوموا المرض وتحديدا السرطان اللي نعرف كيف هو ممكن يكون يعني كابوس مش بس للشخص، للعائله كامله، فلما نحكي عن تضامن العائله لما الافكار تكون عم تدمج الام
والابن والاخت والاخ والطفل، لانه لما ينصاب واحد في العائله ونحن مجتمعنا كثير متكاتف ومترابط ما بيكون واحد لحاله، دائما العائله كلها بتكون عم بتعاني. فمعنى الهديه لما تكون في هديه هيك شكلها عم تدمج اطراف مختلفه من العائله، شو بيعني بالنسبه لكم؟ يعني 100% هيثم، احنا بنحب انه دائما العيله كلياتها تكون مشاركه باي حمله عم نعملها. احنا حملاتنا كلياتها بتتوجه للصغير للكبير للطفل، يعني حتى حملتنا هاي هي موجهه بالبوكس هاي، انه الواحد ممكن يطلبها من عندنا مؤسسه الحسين للسرطان يهديها لامه، لكن هي موجهه كمان لطلاب المدارس. صح. احنا عم نحاول ننتشر بكل المدارس ان كانت حكومه او خاصه، وان نوجه الاولاد لدعم مرضى السرطان طول السنه. احنا مش بس بعيد الام، حتى هاي هديه الخير مش موجوده بس بعيد الام، هاي الهديه موجوده على مدار العام. احنا بنشجع الناس انهم يشتروها، ليه؟ لانه كثير في مناسبات واحنا صرنا بطلنا نعرف ايش بدنا نهدي، مناسبه بيت جديد، مناسبه مولود جديد، مناسبه ولد تخرج بالمدرسه بالجامعه. هاي الهديه إلها معنى لما انا عم بشركك وعم بيكون اسمك، انا اللي تبرعت بالهديه باسمك، بالنقود هاي عم بتكون مدرج عنا ضمن متبرعين مؤسسه الحسين للسرطان. فهذا معنى كتير كبير. طلاب المدارس لما يشوفوا الكرت تبعنا، الكرت تبعنا كتير بسيط لكن المعنى اللي مكتوب فيه كتير حلو. لما الولد عم بيحكي لأمه لم أجد أجمل من هدية الخير لتهنئتك، فتبرعت باسمك بقيمة 5 دنانير. يا سلام. وبحط اسمه وبكتب لدعم مرضى مركز الحسين للسرطان ومنحهم فرصة حقيقية للشفاء، أتمنى أن تبقى كل مناسباتكم ذكرى لنشر الأمل. فيعني المعنى تبعها كتير حلو هيثم. وإحنا الصراحة يعني أحكي لك، إحنا كتير عم نشتغل مع المدارس، في وعي كتير كبير صاير عند طلاب مدارس، وعي مجتمعنا الأردني إنه لازم نساعد. نعم. إنه دعم رح يساعد، وإحنا شو ما كانت المبالغ ما بهمنا، إن كان مبلغ كبير مبلغ قليل. إحنا صناديق التبرعات منتشر بكل مكان هيثم. نعم. هاي الصناديق عم نستنى فيها الكوينز بس يحطوها، هاي بتجمع مصاري وهاي بالآخر بتعالج. صح. مرضى سرطان. صح. وهاي بتشفي مريض سرطان وبتعطي فرصة لمريض سرطان بالشفاء 100%. والشخص ما يعني يستخف بقيمة الطلاب الصغار لما يتبرع بمصروفه، لو 5 قروش أو 10 قروش. طبعا. هو المعنى اللي هو عم بتبرع، إذا فاهم هاي المصاري وين عم بتروح وفي الآخر كله بتجمع. وبعدين هيثم. نعم. بس أضيف لك، إحنا كمان يعني فكرتنا مش بس عم نجمع تبرعات من المدارس أو من المجتمع، إحنا هدفنا كمان بهاي الحملة إنه نوجه الناس، لأنه بشهر 3 وشهر 10 حملة التوعية بسرطان الثدي. نعم. فإحنا عم نوجه الناس إنه أرجوكم توجهوا يا سيدات لعمل الفحص المبكر بسرطان الثدي. فبرضو عم بوجه هون رسالة لكل حدا، مش ضروري تشتري هدية الخير، احجز موعد لوالدتك إنها تعمل موعد في عيادة الكشف المبكر في مركز الحسين للسرطان. نعم. حتى تعمل الفحص المبكر لسرطان الثدي. إحنا بالمدارس عم ننشر الوعي كمان عن أهمية إنه نعيش هيلث لايف ستايل، أهمية إنه نوقف الجنك فود، اوعوا يا طلاب تمسكوا سيجارة، اوعوا تدخنوا. فهدفنا كمان مع جمع التبرعات عشان نشفي مرضى ننشر الوعي بمجتمعنا. نعم، جميل جدا. ست ربا بدي أرجع لك هلا، رسالتك لكل السيدات، رسالتك لكل الأمهات. نحن كل سنة في شهر 10 بنحكي انه السيدات بخافوا، السيدات ما بدهم يعرفوا، بتحكي انه انا لا، حتى لو عندي هذا المرض ما بدي اعرفه، خلاص ما بدي اثر على حياتي. شو بتحكي لهم؟ وحضرتك فعلا عشتي هاي التجربه يوم بيوم ولحظه بلحظه، وبجوز مرأتي بظروف يعني صعبه جدا. طبعاً. وحزينه وشديده، مش على حضرتك لحالك، بجوز انت والعائله كلها. والعائلة. والحمد لله رب العالمين قدرتي انك تتجاوزي كل هاي المراحل. الحمد. بسبب الوعي عن الكشف المبكر. شو بتحكي لهم؟ أنا بحب أقول لهم للستات إنه حياتك، صحتك إشي كتير مهم. نعم. لأنه وجودك بين عيلتك وبين أهلك برضه هذا إشي كتير ضروري ومهم. نعم. جدا. وبالتالي إنها لازم تروح تعمل كشف مبكر، لازم تفحص، لأنه بكل الأحوال هي حيكون إذا أمورها تمام حتكون نوع من إنها طمنت على صحتها، أو إذا لا سمح الله وجد إنه في عندها السرطان هو بيكون كمان ببداياته، وهذا بالتالي كمان بيعطيها صحة وحياة لقدام، لأنه نسبة الشفاء منه كتير كبيرة يعني. نعم. في حالة الكشف المبكر. نعم. فلازم إنه تفحصي عشان حالك أول شيء، وعشان عيلتك وولادك تكوني موجودة. نعم. وما في إشي اسمه نهاية حياة يعني، السرطان. نعم. مش نهاية حياة، رجعت لحياتك طبيعية 100%. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. فبالعكس هي حياة جديدة وحياة كتير كويسة، ولازم تكون الست يعني بطبيعتها هي الست أصلاً تتحمل الصعوبات وبتواجه. نعم. وإشي، فما تخافي من إشي اسمه كشف مبكر، بالعكس حتى كمان الفحص هو إشي كتير سهل وبسيط ومش مؤلم. نعم.
فسهل انها تروح تعمله وتطمن بكل الاحوال على حالها. حلو حلو، شكرا جزيلا ست خبا، شكرا جزيلا ست مدلين، تشرفت فيكم شخصيا واكيد يعني نيابه عن فريق دنيا دنيا ورؤيه كلها بشكل عام تشرفنا فيكم كمان. الله يسلمك. شكرا جزيلا لوجودكم معنا. اهلا اهلا وسهلا. اهلا.